بدأت المخابز السياحية في إنتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقاً لتوجيهات الدولة. تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء وفي إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، تم البدء في تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر طن الدقيق بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، الأمر الذي يتطلب أيضاً انخفاض الأسعار. وصلنا من خلال التكلفة ديت باجتماعنا مع المخابز البلدية والأفرنجية بالنزول بأكثر من 40% ل جميع المخبوزات البلدي والأفرنجي، فكان رغيف 80 جرام ب 2 جنيه وبعض المناطق ب 2 جنيه ونص، الحمد لله النهارده بجنيه ونص بس، وكان رغيف تاني ب 40 جرام بيوصل لجنيه ونص وجنيه في بعض المناطق، خليناه الحمد لله بالتكلفه الجديده 75 قرش. مع تطبيق تخفيض أسعار الخبز تستمر الحملات الرقابية لضمان إنتاج خبز جيد ومطابق للمواصفات القياسية من حيث الوزن والسعر، مع ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح، كما يتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أي مواطن بيبقى عنده مشكلة بيتواصل معنا، أنا عايز المواطن يبقى شريك معنا في الدور الرقابي، يبقى له إيجابية. أرقام تليفوناتنا موجودة على صفحة المحافظة للتواصل، ناس تتصل بينا في أي وقت، 12 بالليل، 1 بالليل، الفجر، الصبح، الظهر، إحنا متواجدين، الحملات موجودة، بنتعامل مع المشكلة ونحلها على الفور. إجراءات تتخذ تطبيقاً للتوجيهات الرئاسية والتي تعكس حرص الدولة على تخفيض الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هبة مع أمين عام الحزب الشيوعي بمقاطعة خبي الصناعية يينفاي كتب استثمارات صينية جديدة للمنطقة الحرة المخطط إنشاؤها بمدينة العالمين الجديدة. وخلال اللقاء أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة تسعى للتوسع في إنشاء المناطق الحرة بالتوازي مع خطط جذب الاستثمارات لاستغلال الموارد والوقت بشكل أمثل. استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وزير الشركات والصنعة في إيطاليا أدولفو أورسو الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد كبير من قيادات المؤسسات والمنظمات والشركات الإيطالية. وأوضح الملا أنه تم خلال المباحثات بحث فرص التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز والتعدين والمعادن الحرجة والطاقة الجديدة والمتجددة والتصنيع الذي يخص هذا المجال. تراجعت أسعار النفط اليوم حيث هبط خام برنت 77 سنتا إلى 86.52 دولار للبرميل. يأتي ذلك بعد أن تراجعت المخاوف من تأثير التوتر في الشرق الأوسط على الخام، حيث لم تؤثر سلبا على الإمدادات حتى الآن. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.7 مليون برميل وفقا لما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب ضعف توقعات المحللين. مشاهدينا، نهاية أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى نهى وحكمة. شكرا جزيلا لك ميرنا.